عندما قرر السيد مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات قبل 10/10 العام الماضي، أنا قلت وأكدت وكررت أن العملية السياسية في العراق برمتها لا معنى لها من دون مشاركة التيار الصدري. نعم اليوم أكرر نفس الكلام ونفس المعنى ونفس المضمون. العملية السياسية برمتها الحالية برمتها لا معنى لها نعم دون التيار الصدري. نعم نعم، نظريا كما تفضلت أنت، يعني أرقام وهذا يروح وذاك يجي وهذا يضاف وهذا، هذه نظريات، لكن عمليا لا معنى لكل ذلك من دون وجود التيار الصدري، سواء كان من الناحية الشرعية يعني شرعية الانتخابات، أو من الناحية الشعبية أو من الناحية السياسية والواقعية. لكن السيد رئيس البرلمان نعم اليوم سيد نزار ذكر بأنه انسحاب أو المرشحين الخاسرين الأعلى أصواتهم في كل دائرة انتخابية راح يحلون محل النواب الصدريين المستقلين، والعملية ماشية، يعني ماكو فد موقف سياسي على أقل تقدير حتى من الحلفاء. نظريا هذا الكلام كله صحيح، نظريا هذا نعم الكلام كله صحيح، لكن عمليا هذا الكلام هو السيد الحلبوسي وغير السيد الحلبوسي يعرفون انهم يعني غير مقتنعين، لا اقول اكثر من ذلك، غير مقتنعين بما يقولونه، ونحن ننتظر يعني ان شاء الله الامور تمشي سموث كما يقولون راح بسلاسه تعبر راح تعبر على وبسهوله، الاطار لكن ننتظر. التنسيقي مثلا هاي التحركات. يعني اليوم بعد تصريحات الاطار يقولون بانه لا معنى للذهاب لتشكيل حكومه من دون التيار، وهم يفكرون بتشكيل وفد مشترك من الإطار وغير الإطار للذهاب إلى الحنانة ولثني السيد الصدر عن هذا القرار كما حصل قبل الانتخابات، زين لكن على كل نحن ننتظر ونرى.